اكو لا بس تشات بلوك، اكو تشات بلوك واحتمال السيل، واكو تشات بلوك واحتمال وبفر. هذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على قيمه الفراود نمبر. فلو شفنا امامك هنا راح تلاحظ هنا مثلا منطيك النوع الاول من سترينج بيزن اللي يكون لما تكون قيمه الفراود نمبر مالته من 1.7 الى حتى 17 اللي يسمين رمز مالته اس اي اف اللي هو بيزن سينت اوثري فيلز. The ceiling basin sidewall may be parallel in case of rectangular or may be diverted in case of trapezoidal ceiling basin. يعني هذا الحافات مالته، هذا الستيلينج بيزن، هذا الحافات مالته. شوف خلينا نروح على هذا الرسم. هذا الحافات مالته، هذه لو تكون عموديه، لو تكون لا دايفرتد، يعني تبدي شويه شويه تتغير الشكل مالتها الى ان ترجع تصير مثلا على سبيل المثال على شكل ترابيزويدال، اما تكون يعني مائله الجوانب او تكون عدل. هذا تعتمد حسب نوع الستيلينج بيزن مالتنا. فهنا مثلا لو تشوف هذا الجدول اللي امامك طلاب، هذا معطيك قيمه الفراود نمبر مثلا 1.7 لحد 5.5، قيمه الال بي الى واي 2، يعني قيمه شنو هذا الال بي اللي هو طول الستيلينج بيزن. يعتمد ان المعادله 4.5 الى فراود نمبر 0.76، والواي 2 الى واي 2 او الواي تي الى واي 2 هو قيمه 1.1 ناقص فراود نمبر على 120. اذا هذا الجدول شو يحدد لنا بهاي الحاله؟ يحدد شلون اقدر استخرج من عندي قيمه الفراود نمبر، اقدر اطلع طول السترينج بيزن. نجي على النوع الاخر اللي بعد الطلاب، اللي هو يو اس بي سترينج بيزن، اللي هو سترينج بيزن نمبر 1. هذا النوع بدون بلوك او سيل. هسه نجي على هذا النوع. هذا النوع is a basin created by jump occurring on flat without shot block or seal. يعني هذا النوع لا شوت بلوك بي ولا بي سيل. Such as basin in practice because it is expensive. يعني هذا النوع تقريبا يعني قليل الاستخدام، لانه احنا اصلا الهدف من هذا الشوت بلوك او الهدف من هذا السترينج بيزن هو يقلل لنا الطاقه اللي تجي عندنا. هذا عاده اللينث اوف ستوب، اللينث اوف بيزنز هو نفسه يكون طول الجمب. النوع الثاني لا، هسه هذا النوع اللي عندنا تايب اي. هسه شوف هذا تايب 1، هذا رمزنا له تايب 1 بس نشوفكم اياه. اللي هو بدون اي سيل، يعني بدون لا بي سيل ولا بي شوت بلوك، بدون اي واحد من النوع الثاني. لا، النوع الثاني من ستيلينج بيزن طلاب اللي هو هذا عفوا، النوع الثاني من ستيلينج بيزن اللي عاده لما يكون السرعه فيلوسيتي تتجاوز 15 متر بير سكند والفراود نمبر اكبر من 4. شوف هذا لما السرعه الفيلوسيتي تتجاوز 15 متر بير سكند والفراغ نكبر اكبر من 4.5، تستخدم الستيلينج بيزن. يا هو النوع الثاني اللي هو ايش بيه النوع الثاني؟ شوفوا طلاب اللي بي شوت بلوك وبي سيل، نستخدم هذا النوع الثاني. عاده ذا بيسن كونتين شوت بلوك اند اب ستريم اند اوف ستيلينج بيزن اند اند سيل near the downstream end and no buffers. يعني هذا النوع الثاني بدون buffers طلاب. فش يقول لك عادة من يقول لك upstream، يعني في مقدمة هذا string basin هذا الشوت بلوك، وبالنهاية يصير هذه السيل. هذه السيل عادة مرات تجي جرة واحدة بشكل، هذا مرات لا تصير بيناتها حوازج. شلون المسننات تكون؟ يعني لو هيك حالتها تكون، لو تكون بهالشكل هذا. النوع الثالث لا، length of jump هنا أنا عندك يعتمد على حسب هذا النوع. length of jump منين نحسبه؟ نحسبه من المعادلات التالية، من هذه المعادلات التالية. length of basin طول basin 3.6 y2 إذا كان فراود نمبر 4، إذا كان 6.4 y2، إذا كان 8.4.2 y2، وإذا كان الفراود نمبر أكبر من 10 نستخدم 4.3 y2. نجي هسه على الستيلينج بيزن، اكو النوع الثالث والنوع الرابع. النوع الثالث هذا لما تكون الفيلوسيتي اقل من 15 متر والفراود نمبر اكبر من 4.5. السرعه هنا اقل من 15 نمبر والفراود نمبر اكبر من 4.5. وهنا النوع الرابع لا، لما يكون الفراود نمبر بين 2.5 الى حد الاربع، which usually occurs in canal structure and diverted dam and it is use in rectangular cross section. بالمناسبة طلاب هذا الستيلينج بيزن عادة الشكل مالته إما يبدي مثلا إما يبدي ترابيزويدال، بعدين شوي شوي يبدي يتخصر إلى أن يصير شنو؟ إلى أن يصير مستطيل، يعني بهالشكل هذا. شوف لو تطبعون هذا الشكل مالته، شوفوا طلاب عادة مثلا يجي هو ترابيزويدال، يعني هاي الجوانب مالته مائلة، تبدي شوي 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 تتخصر إلى أن ترتبط بهاي القناة، يسموها دايفرتد. يعني مثلا منها ترابيزويدال بدا بهالمنطقة هاي، بعدين بدا شوي شوي يلم الجوانب مالته، السلوب مالته يبدي يقل الى ان يوصل مثلا يوصل ريكتانجلر او يوصل الى
تغابي زايدة حسب شكل القناة اللي عندك. هناك فد مسائل طلاب جدا بسيطة يعني محلولة، ريتكم شوية تتفاعلون ويانا. مثلا اكزامبل 4 هسه اللي موجود امامنا، اكزامبل 4 شعبة اي احمد عبد الستار. نعم دكتور موجود احمد عبد الستار. نعم دكتور موجود. اوكي امير، امير يلاف صلاح، يلاف تقى. نعم دكتور. جبرائيل تقى انت تقين السؤال. جبرائيل موجود؟ حسين مصطفى، حيدر طارق، حيدر ودود. نعم دكتور. حيدر ودود. رسول نزال، زهراء عبد الهادي. نعم دكتور. زهراء مثنى. نعم دكتور. زينب، زينب عبد الكريم. شو عسر يا طلاب؟ دكتور بس رسول نزال موجود. رسول نزال موجود. وينك رسول؟ شو ماكو دكتور؟ فصل النت. فصل النت سهلة. زينب عبد الكريم موجودة بنتي زينب؟ شيماء، شيماء عصام، طه عذيب، عائشة محمد. نعم دكتور. عبد السلام. نعم دكتور. علي محمد. نعم دكتور. علي نعمة. فاطمة حيدر. فاطمة ناصر. كرار طارق. محمد طالب. محمود رشيد. نور عباس. نعم دكتور موجود. وجدان. نعم دكتور. يوسف محمد. نعم. شعبة بي، شعبة بي إبراهيم موجود. نعم دكتور. إبراهيم عصام. أحمد عبد المهدي. أحمد كاظم. الحكم وليد. إنجا عباس. آية قيس. دكتور بلا زحمة عليك. إنجي وآية وزهرة ستار وميادة عندهم امتحان تحميل كونكريت ومنشآت اليوم بالكلية. منشآت شنو؟ منشآت؟ عفوا مو منشآت، ستراكتشر إنشاءات. إيهاب، إيهاب موجود؟ إيهاب. زهراء ستار. زهراء مثنى. نعم دكتور. زين العابدين. سجاد عبد الغزاق. صادق ناظم. صادق دكتور. صهيب، صهيب عبد الحسين فاضل. نعم دكتور موجود. عبد الله حسين. علاوي خليل ابراهيم. علاوي. العفو دكتور، عبد الله حسين عنده امتحان منشآت بالجامعة. علاوي موجود؟ علاوي موجود. علي أنور. نعم دكتور موجود. عمر حازم. نعم دكتور موجود. فاطمة، فاطمة الزهراء. نعم دكتور موجود. كرار ماجد. محمد عباس. محمد عبد الزهراء. نعم دكتور موجود. محمد عباس موجود. محمد عبد الزهراء موجود. محمد عبد الزهراء. محمد عباس موجود دكتور. محمد عبد الزهراء. مرتضى طالب. نعم دكتور موجود. مصطفى عبد الكريم. معن سعدون. نعم دكتور. معن موجود. ميادة كاظم، ميادة موجودة؟ نعم موجود. يلا ريد دكتور ميادة امتحان. إيهاب، إيهاب وينك؟ إيهاب قالنا السؤال. إيهاب دكتور
ايهاب خان دكتور السؤال. بدون زحمة، بس انا نعم شعبة عمارة في الدايتون. شو اسمك؟ حسين مصطفى. دكتور واني سعد عماد بشعبة الدين. شعبة دي وين شنت؟ دكتور والله ما ادري لين عبالي عادي واحد يحضر 10 ونص او 8 ونص. اسمك انت بابا؟ اسمك عيني؟ حسين مصطفى سعد عماد. وانت الاخ شو اسمك عماد؟ سعد عماد دكتور. سعد عماد شعبة. بس خلينا نكمل السؤال بسيط على الحضور مو مشكلة. نعم دكتور. يلا قلنا من يقال السؤال؟ قلنا ايهاب. ايهاب ايهاب السؤال قدام اخواننا يا عصام. هذا السؤال يلا بابا. Five kilometer length of trapezoidal line. Canal at distance of a stream. Five kilometer length of trapezoidal line. Canal at distance. شكل trapezoidal والمنطقة. ماذا أسمعك يا إيهاب؟ لا دكتور الشكل trapezoidal. وخمسة كيلو. At a discharge of a shrink unit inside نعم. the bottom width and center. الله الله خليل كمل انت. الله خليل علي خليل. الله خليل كمل كمل السؤال انت. الله موجود علي خليل. الله خليل مو ذا اسمك هسه. الله خليل وين؟ عبد الحسين. عبد الحسين. نعم دكتور موجود. عبد الحسين قال السؤال انت كمل. The bottom width 5 متر. العرض من جوا 5 متر. نعم. دكتور is connected regulator connected at 2 كيلومتر يعني 2 كيلومتر قناة طولها هي 5 كيلومتر تصريفها 20 كيومكس سايد سلوب مالتها 1 لا 1 البوتوم نعم. مالتها 5 regulator is connected at 2 كيلومتر يعني اكو regulator خليناها على مسافة 2 كيلومتر with the gate With the gate, نعم. When open the gate, 0.6 متر. أو 0.6 متر. نعم دكتور. فتحنا البوابة 60 سم. الوتر نعم. قصها 2 متر. 2 متر الوتر. Determine the hydrants jump. Jump wall from or not and find the use. إذا هسه أول شغلة طلاب حتى تحدد شوف يقول لك 5 كيلومتر length of trapezoidal canal. هاي قناة طولها 5 كيلومتر من هنا لهنا. نعم تصريفها 20 كيلومتر مكعب بالثانية السايد سلوب مالتها 1 إلى 1 العرض البوتوم مالتها 5 متر جينا خلينا ريجوليتر على مسافة 2 كيلومتر شوف هي كل هاي 5 خلينا ريجوليتر هنا على مسافة 2 كيلومتر وذ جيت وين اوبن ذا جيت لما فتحنا البوابة مالت هذا ريجوليتر 6 سنتيم 60 سنتيم ارتفع عندنا المي 2 متر ديتيرمن يقول لك هل راح تصير هيدروليك جامب لو ما تصير هيدروليك جامب إذا لازم نحسب الكريتيكال ديبث، الكريتيكال ديبث كيو تربيع إلى جي التصريف 400 على جي طلع الكيو 40.7 نعوض بهاي المعادلة طلع عندنا الواي كريتيكال 1.09 متر، الواي واي 1 أقل من واي كريتيكال ذا جمب اتس أوكي، واي كريتيكال إيش قد عندنا؟ زين صار عندنا إيش قد قيمة هذا؟ صار قيمة جمب أوكي، نحسب الأريا نحسب الأريا المساحة اللي نقدر نحسبها لو ما نحسبها بي في الدي بي في الدي الدي 0.6 زائدا دي تربيع تطلع المساحه 3.6 الفيلوسيتي احسبها 5.9 فاذا بما ان الفيلوسيتي اكبر من فيلوسيتي 15 قلنا اذا اكبر من 15 نختار غير نوعيه فالفيلوسيتي ناقص صارت عندنا اقل من 5.9 والفراد نمبر اقل من 4.5 اذا نختار النوع الرابع نختار الاستيليك بنزين يانوار نختار هذا النوع الرابع هذا السنينج بيز النوع الرابع اللي راح نختاره هذا حاول تراجعونه بالبيت يلا السؤال اللي بعده من يقرأ لنا اياه دكتور اقرا من حضرتك من انت حوراء ياسين دكتور شعبة ايل استأذنت من عندك حوراء يلا بابا حوراء قلنا اياه تمام دكتور حوراء قلت يا شعبة ايل
شعبت إيه؟ دكتور دكتور أنا كران حيدر شعبت دي الصبح كهرباء طافي عادي. يلا كرا ولا يهمك. يلا كرا تمام شكرا دكتور. يلا حلو تدلل يلا يعني يلا يلا يا بابا حوا. تمام السلام عليكم دكتور. نعم عليكم السلام منو؟ أنا محمد طالب شعبت أي ثانيت عند فاصل. شعبتي محمد طالب شعبتي بسيطة بابا تعال حضور. يلا حبيبي يلا سهلة بس تفاعل ويانا محمد. تمام تمام يلا بس اذا بطلت وين جاي يروح ويرجع ما مستخف. يلا ماشي حمود يلا حبيبي يلا يلا بنتي كي اعطينا السؤال يلا تمام دكتور شوفي قدامك يلا اي دكتور design USBR stealing being for over stealing basin design USBR stealing basin for an overflow spillway for a given data. اي نعم من دادا مطي الديسشارج 2204 صفري على هذا الرقم شي شطيش انديكيشن بنتي هذا الرقم 2204 متر مكعب بالثانية يعني يمكن اكبر من تصريف نهر دجله مو صحيح؟ اي دكتور التصريف كلش كبير هنا. نعم نعم ومطي اللينث هو 200 متر. نعم اللينث هو لينث اوف سبيل واي يعني عرض السبيل واي هذا بنتي يعني كانما عرض السد هذا مالتنا. اي تمام دكتور نعطيه 200 متر. كريستلفل شنو معناته كريستلفل هذا بابا؟ اللي هو ناطي 342 يعني من هذا المنسوب يكون اللي اسفل؟ لا السد؟ هذا شوف باع هسه باع هسه شنو تقول لنا؟ كريستلفل 342 ونص بينما البيد ليفل اوف ريفر 320 يعني منسوب القعر مالت النار 320 بس منسوب الكريستلفل يعني خلينا نقول قمه السد المنسوب مالته 342.5 متر. تمام دكتور. إذن طبيعي نعطي طينة. زين كملي بعد يلا. تيل واتر إن ذا ريفر. تيل واتر. تيل واتر يعني المي بالإن ذا ريفر يعني معناها بالداون ستريم 325 متر. ديسشارج كوفيشنت عامل التصريف 2.2. عامل 2.22. بعد شو منطيش؟ ونعطي المعادلة لكيو. يلا شلون نحل هسه الحل قدامنا؟ هسه هو التصريف هو ناطينا والمعامل عندي اياه والطول هم ناطي اقدر اطلع الاتش بس اعوض مباشره. هسه نجي نحسب الابستريم ووتر ليفل. منين احسب الابستريم ووتر ليفل؟ انا عندي السد عندي منطيك المنسوب مالت السد هو 342 ونص اجى فوقه الاتش هذا الاتش نجمعه اجمعهم يطلع لي المنسوب. نعم زين وهو ناطي 320 بيت ليفل. بيت ليفل زين اطرحهم اقدر اطرح المنسوب طلعت الوتر ليفل الناقص ال 320. اي شوف هاي لو ترسمونها طلاب انا اسف والله ما رسمت يعني يصير كانما عندك هذا البيد ليفل هذا الارضيه البيد ليفل هذا منسوب الكريست ليفل هذا منسوب الاتش فوق لو ترسمها راح بالارقام نشوف العمليه جدا بسيطه. هسه حسبنا سبيسيفيك انرجي هسه اطبق المعادله عافيه طبق المعادله عندي الاي حسبتها السبيسيفيك انرجي وعندي نعم. اليوان هم موجودة نعم والجي هم أطبقها تطبيق مباشر أطلع قيمة اليوان اللي هي 0.5 متر تطلع. زين طلعنا اليوان يلا من يكمل بعد يلا شباب من يتفاعل ويانا أريد بعد وراها أطلع الفي أكمل يا دكتور. يلا علي محمد موجود علي محمد عائشة علي محمد أكمل يا دكتور. سلام لا لا كافي شكرا جزيلا بنتي. نعم دكتور موجودة عائشة يلا بنتي كملي لنا السؤال. عائشة هسه تطبيق مباشر حسبنا الاي 1 مثل ما قالت زميلتكم 25 ونص واي 1 معلوم واي 1 معلوم مجهول اجينا حنطبق المعامله المعادله الفي عندنا احنا طلعناه وجي هو التعجيل احنا نطلع الواي 1 واي 1 زين من الواي 1 عندي فيلوسيتي اقدر استخرج اقدر اعوض اطلع قيمه الفاوند نمبر طلع فاوند نمبر 9.95 اكبر من 4.5 أكبر من 4.5 حنغيره ليش؟ لأن لا مو نغيره لا بنتي صار عندي فيلوسيتي 22.4 جو جواها خط وهذا 9.5 فمعناه شو يصير عندنا؟ معناه نستخدم نروح على النوع الثاني اللي احنا قلنا لكم حددناكم قلنا لكم اذا السرعه اكبر من هذا اي قلنا نروح على النوع يعني عكس ذاك المثال اللي اخذناه اول واحد عكس ذاك المثال. هسه بعد نريد نطلع الواي 2 عندنا هذا قال واي 2 لا واي 1 نصف 1 زائد 8 فار 1 ناقص اي حنطلع الواي 2 كلها عندنا زين اتش 1 هو نفسه واي 1.5 اس 1 فتحه البوابه اتش 2 اتش 2 نكمل
اذا هسه شلون اطلع لينث اوف سترينج بيزن؟ ال بي الى واي اثنين 4.3 منين؟ شوفوا رجعونا على اكو بالبدايه تتذكرون قلنا بالبدايه هذا هسه نرجع عليه بصفحه اكبر من الفراغ نمبر ايش قد عندنا طلع؟ قد الفراغ نمبر طلع عندنا؟ طلع 9.95 اي يعني تقريبا 10 فاختارينا من رحنا على 10 اختارينا شوف الشكل 6 صفحة 55 الشكل 6 صفحة 55 اختارينا بما فراغ نمبر اكبر او يساوي 10 اختارنا هذا الطول البيز 4.3 واي 2 فنجي الى 4.3 واي 2 اذا طول السلك بيزن هو 4.3 تزايد 5.41 23 طول السترينج بيزن عافيه زين هسه خلينا نجي عندنا امثله طلاب هنا يلا منو بعده يعني يدخل على الخط يلا نور عباس اوكي لا اريد ايهاب انت قريت ايهاب وينك ايهاب؟ نعم دكتور قال صوتك على القطه صراحه هذا سؤال مثال اريدكم تحلونه تمام دكتور بس صوت صالح حسين نعم تفضل هاني A discharge of 20 meter cube at a second flows in trapezoidal channel having a bottom depth of 5 meter and side slope of 1 على 1 determine A the depth after the jump when the initial depth is 0.6 إيه بس خلنا هذا شوف بعد منطقة السؤال خلي قدامك وقع حاول ترسم شكل القناة مالتك discharge 20 متر مكعب بالثانية ان ترابيزويدال تشنل اذا هسه قناة مستطيلة having bottom width عرض القعر مالتها 5 متر السايد سلوب مالتها 1 الى 1 هسه صار عندنا تصريف صار عندنا بعد ناقصنا بعد لا حتى نقدر نحل the depth after the jump when the initial depth is 0.5 متر اذا هسه صار عندي هذا 0.5 متر the depth after the jump when the initial depth اذا كان initial depth 0.6 اقدر من عندها استخرج فراغ نمبر وابدي احله ما اقدر طلع فيلوسيتي واطلع مساحه وابدي احل صح لو غلط؟ اي نعم دكتور من هايت اوف ذا جامب عندك القانون مالته اتش جي يساوي لنا ونكمل مباشره نحله. بعدين المطلب الثالث من عندك ذا هورس باور لوست ان ذا جامب شنو معنى هورس باور لوست ان ذا جامب ايهاب؟ دكتور على اغلب الدتشارج اللي حيبقى القوه لا دلتا اي هورس باور يعني الدلتا اي فرق دلتا اي هذا مباشره اي 2 ناقص اي 1 كل واحده نقدر نحلها ونتوكل بالله. السؤال اللي بعده منو يقالنا يا يلا منو يقالنا السؤال اللي بعده؟ اقرا دكتور منو؟ حوراء حوراء قريت انت قبل شوي اقراني دكتور منو انت؟ سعد عماد عماد يلا اقرا عماد هايدروليك جام از formed in 5 meter with a short discharge of gate if the flow depth just upstream and downstream. شو اسمك انت؟ سعد عماد شعبدي. شعبدي سعد عماد يعني. depth just upstream and downstream of the gate. شوف هذا السؤال عماد سعد العفو. hydraulic jump is formed in 5 meter wide. at short distance of gate يعني قفزة هيدروليكية is formed in 5 متر wide at short distance or 5 متر if the flow depth just upstream and downstream of gate is 1.5 متر respectively هذا السؤال بي نقص معلومة لو ما بي طلاب upstream and downstream of gate is 1.5 respectively اذا 1.5 المفروض بعدها اكو رقم اللي هو 1 او 1 1.2 كيفكم اختاروا حلوا السؤال لان معطيك بس الاب ستريم respectively 1.5 راح يصير الداون الاب ستريم فلو ذا فلو ديبث بالداون ستريم خلينا نقول 1.2 اند اوت ديسشارج تصريف 130 مكعب ايش مطلوب من عندك؟ هورس باور هورس باور ايضا شلون احسبه الاي يساوي لنا y1 زائد mv1 تربيع over 2g لازم اطلع y1 وعندي
تصريف اطلع الفيلوسيتي من عنده، ولازم اطلع الواي 2 عندي تصريف واطلع الفيلوسيتي من عنده واطرح هذا من هذا، راح اقدر احلل استخرج الدلتا اي مالتي. ديزاين اند سكتش سوتابل يو اس بي ار سيلينج بيزن، ايضا لازم تحسب الفراود نمبر الفيلوسيتي مالتك بحيث تقارن من خلالها وتقول يا راح اختار هذا النوع من السترينج بيسن. يلا شكرا عماد سعد. العفو سعد شكرا. عفوا دكتور. بعد خلينا السؤال اللي بعده. نعم دكتور طه. نعم شنو هذا؟ اي نعم دكتور. شو اسمك انت بابا؟ منو؟ طه عذيب شعباي. يلا حبيبي طه يلا قول عنه. The second depth equal 1.7 and energy is شنو هذا؟ The second depth equal to 1.7 and energy dissipated 0.5 of a hydraulic jump. شنو معناته هذا؟ Energy displacement يعني ايه دكتور يقصد بيه؟ لا هذا the second depth العمق الثاني equal to 1.7 هذا ايش تقصد بيه طه؟ Y1 دكتور؟ لا واي 2 هذا سكند واي 2 واي 2 زي الانرجي ديسيبيتد مالته ايش قد 0.5 متى هذا الكلام؟ يعني هسه الاي طاهر الاي يساوي لنا واي 2 زائد في 2 تربيع اوفر 2 جي. الاي معلومه عندنا وال1.7 واي معلومه عندنا، ايش اقدر اطلع من عندها؟ هاي بس اطلع اقدر اطلع واي 1 لا بابا شو تطلع واي 1 تقدر تطلع عندها الفاود نمبر. ها هاي عفوا تقدر تطلع الواي 1 من عندها. نعم. What is the length of the jump؟ يريد ما عندك طول الجمب. عندك القانون، اكو قانون يرتبط الواي 2 ويا الواي 1 تقدر تطلع من عندها الهيدروجا. على العموم هذه النقطتين عندك. عندك السكند ديبث يعني دي 2 وعندك الانرجي ديسبيشن مالته 0.5 الاي ترجع على هذا القانون. الانرجي يساوي لنا واي 1 او واي 2 زائد دي 2 تربيع اوفر 2 جي. هذا معلوم، هذا معلوم طلعت الفيلوسيتي. فيلوستي صارت معلومة عند الطلاب، أقدر أنطلق من عندها أطلع الأريا وأطلع تصريف وأطلع بقية المعلومات اللي مطلوبة من عندي. أقدر مباشرة واي 2 واي 1 أطبق فاول نمبر طلقت الواي 2 طلعت الواي 2 أبدي أرجع إيش عندي مجاهيل ممكن أنه أستخرجها. يلا شكرا طارق. يلا عبد السلام موجود؟ عبد السلام تقالنا السؤال اللي بعده. عبد السلام عبد السلام ما موجود. زين محمود رشيد لا نور نور عباس أريد يوسف يوسف محمد يوسف موجود بقى. نعم دكتور لا. موجودة نعم دكتور منو أنت نور؟ لا لا ما أريد يوسف. وينك يوسف؟ نعم دكتور يوسف موجود. نعم تسمعني؟ يلا بابا قاني هذا السؤال يوسف. نعم دكتور. A long rectangular open channel 3 meters wide carries a discharge of 15 meters square per second. أسأل أوقف هسه يوسف. Long rectangular open channel يعني شنو long rectangular قناة open channel؟ قناة مفتوحة مستطيلة عرضها 3 متر التصريف بها 15 متر مربع بالثانية. عافية. The channel slope slope الطول slope مالتها 0.004 and Manning's coefficient is 1% at a certain point in the channel where the flow reaches normal depth. Find A, determine the state of flow. B, if a hydraulic jump takes place at this depth, what is the sequent depth at the jump? C, estimate the energy head loss through the jump. بس يوسف اول مطلب determine the state of flow. ايش نقصد بالstate of flow؟ يعني turbulent او يعني يعني نحسب الفراود نمبر. يعني نحسب الفراود نمبر. هسه انت واعدني هسه انت عندك تصريف، عندك معادله مانينج وعندك تصريف. تصريف ومساحه اقدر احسب من عندها شنو؟ velocity. صح لو غلط؟ صحيح. زين ايش عندك بعد؟ هذا عندك كل ما تقدر تطلع من عندها العمق. من العمق اطلع شنو هو ستيت لازم احسب الفراود في لا تعدد الدرجه جي مضروبه في الدي. انا هاي معادله مانج اساوي كيو 1 الى ان اي ار اس 2 ثيرد اس الاس 1 على 2 كلها معلومه. شو اطلع من عند معادله مانج يوسف؟ شو اطلع من معادله مانج هسه من الحين؟ شنو المجهول عندي؟ شنو المجهول عندي؟ والله دكتور كيو واحد الى ان
كيو معلوم عن معلوم. لا هو الاريا على الويتد بارامتر. اس معلوم يبقى عندي، البي معلوم عندي، بس الدي اطلع من عندها الدي حتى الدي اعوضه، ومن عنده ايش احسب؟ احسب الفراغ نمبر لان فيلوسيتي على تحت الجذر في جي في الدي. فمن معادله مالنينغ ومن التصريف اقدر احسب العمق واقدر احسب الفيلوسيتي، بعدين ابي اطلع الستيت احسب الفراغ نمبر اقول يا بعض كريتيكال سب كريتيكال سوب كريتيكال. اف ذا هيدروليك جامب تيك بليس ات ذيس ديبث، وات از ذا سكند ديبث ات ذا جامب؟ لازم اشيك الصير عندي قفزه لو ما الصير عندي قفزه، لازم احسب الواي كريتيكال، واي كريتيكال كيو تربيع الى جي احسبه واطلع الواي كريتيكال من عنده وقارن واي كريتيكال يصير لو ما يصير. بعدين الانرجي هيد لوسز ثرو ذا جامب هذا جدا بسيط، الاي في 1 اوفر زائد في 2 سكوير اوفر 2 جي. هذا تطبيق مباشر ذني كل الاسئله الطلاب حاولوا. شكرا يوسف، حاولوا يعني تصبرون عليها بالبيت. طلاب ان شاء الله اخلي لكم ايش كم سؤال، احلي لكم ايش كم سؤال ان شاء الله انزل لكم اياهن، وبالاضافه الى السؤال مال الامتحان ان شاء الله هم احلي لكم اياهن ونزل لكم اياهن ان شاء الله. دكتور بس سؤال الهوم وورك ممكن نزلنا الحل مالته؟ ان شاء الله. دكتور حبور جسمك احمد يا شعب احمد؟ دكتور شابات عندي بس الحضور نت كان فاصل عندي. احمد عبد المهدي بعد منو؟ علي نعمة. علي نعمة يا شعب هي بعد دكتور عبد الستار جاوبتك بس ما اعرف اذا سمعت اجابتك ما سجلتك يعني. بعد منو؟ تمام دكتور شكرا. امير عايش شعبة اي حيط الشعب الدين امير يا شعبة امير يلا روح امير يلا روح اي دكتور اني هم شيماء عصام شيماء يا شعبة شعبة اي شيماء عصام نسجل شيماء حاضر يلا بعد منو؟ الدكتور اني حوراء شعبة اي شابتي سجلتش حوار بابا تمام القرار حيدر بس اتاكد دكتور حسين مصطفى شعبتي حسين مصطفى حسين مصطفى مسجلك يلا حسين شكرا دكتور يلا دكتور دكتور ابراهيم عصام شعبت بي قرار حيدر سجلتني بس لا ابراهيم يا شعبت